حول آخر التطورات ينضم إلينا من كييف مراسلنا عامر العروقي، كما تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. أهلا بكما. سأبدأ معك أريج، وآخر التطورات يعني في الكثير من المستجدات خلال الساعات الماضية أريج، من بينها إحباط هجوم بالمسيرات على شبه جزيرة القرم وتكثيف الضربات الروسية على الجنوب الأوكراني وغيرها، ماذا لديك؟ ميشيل، فيما يتعلق بالضربات الروسية ومستجداتها، طبعا يجب أن ننتظر قليلا ما ستتحدث به بيانات وزارة الدفاع الروسية الحديثة. على صعيد الوضع على الجبهات، طبعا كما نقلته المصادر العسكرية الروسية خلال الساعات الماضية، لا جديد فيما يتعلق بالمحاور التي جرت فيها العمليات القتالية. نتحدث هنا عن دانييتسك، جنوب دانييتسك، وعندما نقول جنوب دانييتسك نقصد باخموت ومحيطها بشكل أساسي ورئيسي، ثم نذهب جنوبا إلى مقاطعة زاباروجيا ونقاط اتصالها مع دانييتسك فيما تسميه روسيا منطقة فيريميفكا. هناك مواقع للقوات الروسية لا زالت تقصف مواقع القوات الأوكرانية، وبالمقابل تتصدى لهجمات أوكرانية مضادة في هذه الأنحاء. قصف مدفعي لا زال موجودا في القطاع الجنوبي بين جانبين الروسي والأوكراني فيما يتعلق بمنطقة خرسون، وإلى الشمال من كل هذه المناطق محور كوبيانسك على الحدود الإدارية بين لوغانسك وخاركوف أيضا لا زال مشتعلا. فيما يتعلق بالوضع في شبه جزيرة القرم، بالفعل كان هناك هجوم أوكراني مستجد خلال الساعات الماضية أكدته وزارة الدفاع الروسية، وأحصت عدد المسيرات الأوكرانية التي نفذت هذا الهجوم ب 28 مسيرة. تم طبعا إحباط هذا الهجوم بنجاح كما قالت وزارة الدفاع الروسية، وذلك عبر استخدام أساليب الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي. لم يسفر هذا الهجوم على خلاف الهجوم الذي نتذكره وقع يوم أمس، وقامت من خلاله أوكرانيا باستخدام زورقين مسيرين لاستهداف جسر القرم الاستراتيجي. لم يسفر الهجوم الأخير عن أي خسائر أو أي أضرار وفقا لوزارة الدفاع الروسية. قد أعود إليك أريج إذا بقي لدي من الوقت، ولكن أذهب إليك عامر لنطلع أيضا على آخر المستجدات الميدانية، وأود أن أستوضح منك إن كان لديك أي معلومات أوفى أيضا حول الوضع تحديدا في ليمان، لأنه كان في بعض المصادر الأوكرانية التي تتحدث عن تحشيد عسكري كبير وضخم في هذه النقطة. بالفعل ميشيل، فقط إن نبدأ من المناطق الجنوبية تحديدا، الليلة الماضية المناطق الجنوبية أو الشقة الجنوبية من أوكرانيا شهد هجمات باستخدام المسيرات وأيضا الصواريخ. الجانب الأوكراني أو الدفاعات الأوكرانية قالت أنها أسقطت 6 صواريخ من نوع كاليبر وواحد وثلاثين طائرة مسيرة. الطائرات والصواريخ كانت تستهدف مقاطعتين ميكولايف وأوديسا، ولكن حطام هذه الطائرات سقط على منشآت حيوية في كلا المقاطعتين. وأيضا الإدارة العسكرية والمحلية لمدينة أوديسا قالت بأن ميناء أوديسا قد تضرر، أو شظايا الصواريخ قد تناثرت على أحد المستودعات في مدينة أوديسا، مما أدى إلى نشوب حريق في هذا المستودع. وسرعان أيضا ما علق مكتب الرئيس الأوكراني بأن الجانب الروسي بات الآن يتعمد على استهداف ميناء أوديسا، وأنه سوف يقوم بذلك بحرمان 400 مليون شخص حول العالم من الغذاء، على حد وصف مكتب الرئيس الأوكراني أندري يارماك. أما في الذهاب إلى المناطق الشرقية وتحديدا المحور الذي أو الأربع محاور التي تشهد بؤرة المعارك، وهي مارينكا وأفديفكا وليمان وباخمود، ألكسندر سيلسكي وهو قائد القوات الشرقية صباح هذا اليوم كان متواجد في الخطوط الأمامية لمدينة باخمود، وأكد من هناك بأن القتال ما زال مستمرا، وأن الجانب الأوكراني يحرز تقدما في المناطق الواقعة شمال مدينة باخمود وأيضا جنوب مدينة باخمود. كذلك أيضا بيان الأركان العامة للقوات الأوكرانية قالت أنها تصدت ل 34 هجوما شنه الجيش الروسي خلال ال 24 ساعة، وأن الجانب الأوكراني نفذ قرابة 11 غارة جوية. هذه الغارات استهدفت مراكز تمركز القوات الروسية شرقي البلاد. أما فيما يدور حول مدينة ليمان، فهي حسب ما يقول الجانب الأوكراني في أصبحت بؤرة القصف المدفعي، وأن الجانب الأوكراني ربما قد
قد تركز بشكل كامل على المنطقة الجنوبية من منطقة باخمود وترك مدينة ليمان، لذلك أصبحت الآن مدينة ليمان هي البؤرة للقتال في هذه المنطقة، وهو أيضا ما يؤكده الجانب الأوكراني بأن الجانب الروسي بات في هذه الأثناء يكثف من هجماته المدفعية لهذه المدينة، خاصة وأن هذه المدينة تقع ضمن مثلث وهو المثلث الاستراتيجي بالنسبة للأربع مدن، وهي تربط الجنوب، تربط جنوب مقاطعة دونيتسك بشمال مقاطعة دونيتسك، ومن يسيطر على هذه المدينة ربما يستطيع الدخول إلى المناطق الأكثر استراتيجية. عامر، ولكن بس أود أن أسألك عن الأرقام التي تتحدث عنها المصادر الأوكرانية، تقول عن 900 دبابة و100 ألف جندي روسي في هذه النقطة، يعني الأرقام ليست قليلة أبدا، إنها أرقام ضخمة، هل أكدت أو تأكدت من أو عندك معلومات حول هذه الأرقام؟ بالفعل ميشيل، بالنسبة للمتحدث باسم عمليات الشرق سيركي شايفاتي يوم أمس قال بأن القوات الروسية حشدت أضعاف قوات الاتحاد السوفيتي التي دخلت أفغانستان، وأن الأعداد هائلة، قرابة 150 ألف جندي روسي باتت القوات الروسية تعزز من مواقعها في هذه المنطقة، وأيضا أضاف بأن القوات الروسية قد قامت بتعزيز مواقعها على المناطق التي تقع شمال مقاطعة لوهانسك، وهنا يتحدث عن مدينة كوبيانسك وهي المدينة المتاخمة بين مقاطعة خاركيف وأيضا بين مقاطعة لوهانسك. الجانب الأوكراني قبل أيام قال بأن القوات الروسية باتت الآن تعزز بنقلها القوات المدفوعة المحمولة جوا إلى كلتا المنطقتين، منطقة كوبيانسك وأيضا منطقة ليمان. ميشيل، تمام، شكرا لك عامر العروقي مراسلنا من كييف، وأيضا الشكر لأليج محمد مراسلتنا من موسكو.